السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية كالعادة مع أبرز العناوين. محافظ حضرموت يلتقي وفدا من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. الأجهزة الأمنية تنفذ حكم القصاص بحق المدانين في مقتل صالح باقثمي. تدشين فعاليات إحياء ذكرى وفاة الشاعر الغنائي الكبير حسين أبو بكر المحضار. كانت هذه أبرز العناوين وإليكم التفاصيل، أهلا بكم. التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحصري وفدا من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمناقشة سير عمل المفوضية في حضرموت والاطلاع على جهودها في خدمة اللاجئين بالمحافظة. واستمع محافظ حضرموت من مسؤول برنامج العودة الطوعية للاجئين محمد الجسيم إلى شرح عن برنامج العودة الذي يتضمن تقديم المساعدة للاجئين والرعاية اللازمة، لافتا إلى أن البرنامج أعاد 4000 لاجئ في عدن وإعادتهم إلى بلدهم جمهورية الصومال. وأوضح الجسيم بأن عدد اللاجئين في حضرموت بلغوا 12000 لاجئ من الصومال، وبدأ المكتب بتسجيل 600 لاجئ من الراغبين بالعودة إلى وطنهم منذ 6 من أكتوبر من العام المنصرم. وأشاد محافظ حضرموت بالجهود التي تبذل من قبل المفوضية السامية، مؤكدا على أن السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات ومكتب الخارجية والمسؤولين عن اللجان المجتمعية في مختلف الأحياء سيقدمون كل التسهيلات اللازمة لإنجاح جهود ومهام المفوضية في حضرموت. حضر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحصري اليوم بالمكلا حفل اختتام البرامج التدريبية لقطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر وتوزيع المنح للمستفيدات بساحل حضرموت ضمن مشروع تحسين سبل العيش وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود الذي يموله مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. ويستهدف المشروع 1100 مستفيدة بصورة مباشرة و 5500 بصورة غير مباشرة. وأعرب محافظ حضرموت في كلمته عن خالص الشكر والعرفان للمملكة العربية السعودية للتدخلات والأعمال الإنسانية العظيمة التي تنفذها المملكة في حضرموت خاصة واليمن بشكل عام، مشيرا إلى أن هذه التدخلات في حضرموت شملت العديد من القطاعات التي تلامس المواطنين. وأكد محافظ حضرموت أهمية مشروع تمويل معيلات الأسر من النساء وتدريبهن وتأهيلهن ودعمهن بالأجهزة والمكائن والمعدات اللازمة ليواصلن طريقهن في الحياة ويكسبن لقمة العيش الشريف لخدمة أنفسهن وأسرهن. هذا وجرى في الحفل عرض ريبورتاج مصور يحكي تدخلات مشروع تحسين سبل العيش في مختلف القطاعات ولوحة استعراضية بعنوان إعادة الأمل. أشاد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحصني بالأبحاث العلمية لنيل درجة الماجستير لعدد من الباحثين من أبناء المحافظة في مجال الصحافة والإعلام. جرى ذلك خلال لقائه بمكتبه الباحثين خالد مدرك الذي نال درجة الماجستير عن رسالته حول دور الإذاعات المحلية في تنمية المجتمعات المحلية، ومحمد الحامدي عن رسالته المقال الافتتاحي في صحيفة الطليعة، وياس الأرضي في بحثه صحيفة الرائد الحضرمية. وقدم الباحثون شرحا عن رسائلهم العلمية التي تناولت محطات من تاريخ الصحافة الورقية والمسموعة في حضرموت، مقترحين على محافظ حضرموت إنشاء صندوق لدعم الدراسات العلمية الجادة. هذا وثمن المحافظ جهود الباحثين في إعداد دراساتهم العلمية وتركيزها على الصحافة المكتوبة في حضرموت والإعلام المسموع، وأرشفت وتوثيق النجاحات الحضرمية في هذا الجانب.
داعيا الجيل الجديد من الصحفيين والإعلاميين إلى التركيز على البحث والدراسة في صحافة وأعلام المحافظة والارتقاء بها وتطويرها. أحالت لجنة المناقصات بوادي وصحراء حضرموت في اجتماعها اليوم برئاسة وزير النقل صالح الجبواني 5 عروض مقدمة لمشروع سفلتة طريق بروج بالقطن إلى اللجنة الفنية للتحليل، بعد أن تم استعراض المشاريع بحضور المنفذين أو من ينوب عنهم، حيث يبلغ طول الطريق 11 كيلو و500 متر بعرض 10 أمتار إضافة إلى الأكتاف والجزيرة والوسطية، وتبلغ كلفته الإجمالية 5,892,939 دولار بتمويل من نسبة وادي حضرموت من حصة المحافظة من مبيعات النفط. تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون سير الدراسة بمدرستي 30 من نوفمبر بمنطقة مضابي ومعاذ بن جبل بمنطقة المعدي بمديرية الشحر. واطلع الوكيل عبدون خلال جولته التفقدية للصفوف الدراسية على كراسات التلاميذ ودفاتر الواجبات، مؤكدا على أهمية الاهتمام بالجوانب الفنية من قبل المعلمين والتنويع في طرائق التدريس والعمل على تطوير الأداء لتحصيل مخرجات التعليم. كما عقد الوكيل عبدون لقاء مع مدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية بالإدارة المدرسية والمعلمين بمدرسة معاذ بن جبل بمنطقة المعدي، حثهم على ضرورة تحسين قدراتهم وتطوير معارفهم والالتزام بالتحضير الكتابي والذهني للمادة الدراسية والسير وفق خطة التقويم المدرسي الوزاري، موجها بتكليف المنطقة التوجيهية بالمديرية بإقامة دورة تدريبية مكثفة مطلع الأسبوع القادم لجميع المعلمين تسهم في الرفع من مستوى أدائهم وتحسينه أثناء مزاولتهم لرسالتهم التربوية والتعليمية اليومية. نفذت الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت صباح اليوم بمدينة المكلا حكم القصاص للمدانان رامي عبد الله باشيخان وصابر محمد البار رميا بالرصاص لقتلهما المواطن صالح سعيد باقطمي بطريقة بشعة خلال العام الماضي في منطقة بيخة، وجاء تنفيذ القصاص بموجب حكم المحكمة العليا الصادر من محكمة استئناف حضرموت ومصادقة رئيس الجمهورية، ونفذ حكم القصاص اليوم في ساحة عامة بجانب ملعب برادم بديس المكلا، وشهدت موقع تنفيذ الحكم حضور الآلاف من المواطنين الذين توافدوا لمشاهدة تطبيق العدالة وسط تشديد أمني كبير. وكان قد صدر الحكم الابتدائي لعدد من المدانين في قضية مقتل المواطن باقطمي بالسجن لسنوات من بينهم امرأة، وإصدار حكم القصاص للمدانان، وتمت المصادقة على الحكم من رئيس الجمهورية. ويعد تنفيذ حكم القصاص من المحكمة العليا هو الأول الذي تشهده حضرموت عقب مرور عامان على تحرير ساحلها من تنظيم القاعدة. تمكن مركز شرطة المكلا من استعادة سيارة مسروقة في أقل من 24 ساعة بعد تلقيهم بلاغ من إحدى المواطنين يفيد بسرقة باص يملكه من تحت منزله في وسط أحياء الشرج. وباشرت كافة أقسام مركز المكلا عملها عقب تلقيها البلاغ من تحري والتحقيق لتحديد المشتبه بهم، وتمكن أفراد المركز من القبض على 3 مشتبه بهم، وبعد التحقيق معهم اعترفوا بسرقة الباص وتحديد موقعه لاسترجاعه إلى المالك بمحضر استلام رسمي وتحويلهم لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وبدوره قام مدير أمن مديرية المكلا العقيد عيسى العمودي بتقديم الشكر للجهود التي قام بها المركز، وحثهم على بذل الكثير من الجهود للمساهمة في حفظ الأمن والنظام وتطبيق القانون. داهمت قوة تابعة لقسم تحريات مركز فوة إحدى مصانع الخمر في غرب المكلا بعد عملية رصد ومتابعة لأكثر من شهر، حيث تكللت عملية المداهمة بالنجاح
وضبط خلالها 3 متورطين على ذمة القضية تتراوح أعمارهم من 30 إلى 40 سنة، وتم التحرز على جميع الأدوات المستخدمة في صناعة الخمر. وأفاد مصدر أمني مسؤول بأنه تم استكمال وتجهيز ملف القضية لإرسالها للنيابة لاستكمال الإجراءات القانونية حيالهم. هذا ويذكر أن مركز شرطة فوة قام بضبط 3 مصانع خمر خلال الشهرين الماضية. تحت شعار تدلل يا سعاد الشحر والخير زاد وكل مقصود تم، دشنا مدير عام مكتب وزارة الثقافة بالساحل الأستاذ خالد القحوم بمعية مدير عام الشحر المهندس أمين بارزيق فعاليات الذكرى 19 لوفاة الشاعر الغنائي حسين أبو بكر المحضار والذكرى 88 لميلاده. وفي حفل التدشين أكد المدير العام لمكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت الأستاذ خالد القحوم أن ذكرى وفاة الشاعر الكبير حسين أبو بكر المحضار ما هي إلا احتفالية بذكرى إرث ثقافي وفني وأدبي متجدد خلفه الشاعر المحضار. وفي ذات السياق أعرب مدير عام الشحر المهندس أمين بارزيق عن سعادته بتدشين فعاليات ذكرى وفاة الشاعر والملحن الذي تجاوزت ألحانه وأشعاره أسوار الوطن، مؤكدا حرص السلطة المحلية على اهتمامها ورعايتها لكافة الشخصيات الثقافية في حضرموت. ودشن برنامج فعاليات المحضار بندوة عن فن الفكاهة عند المحضار الرسائل والوسائل للباحث رياض باشراحيل، وكذا دوري لكرة القدم على ملعب الشاحت بالشحر، لتستمر ليلا الاحتفالات بالساحة العامة بعدد من الفقرات الفنية. استقبل مدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس عوض بن هامل بمكتبه مدير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمملكة العربية السعودية السيد عبد الرحمن الصيعري. وجاءت الزيارة على هامش تسليم مشروع المساعدات الغذائية للطلاب في العزب والتجمعات الطلابية الذي تنفذه مؤسسة إتلاف الخير بالتنسيق مع السلطة المحلية بمديرية المكلا وبتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وقال المهندس بن هامل أن مركز الملك سلمان سباقا دائما إلى مد يد العون والمساعدة لأهالي حضرموت عامة، مشيدا بالدور الأخوي الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة في شتى المجالات ومنها الإغاثة والمساعدات. واختتم اللقاء بالتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون والعمل المشترك بين السلطة المحلية بمديرية المكلا ومؤسسة أتلاف الخير. زار وفد سعودي مركز النور للمكفوفين وتدريب المعاقين بالمكلا للاطلاع على أبرز احتياجاته وما يقدمه المركز من خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تأتي الزيارة ضمن اهتمام الأشقاء في التحالف العربي بالأوضاع الإنسانية في اليمن. وخلال الزيارة التي رافقهم فيها وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ هاني البيض، أخذ الوفد السعودي جولة تفقدية للقاعات الدراسية استمعوا خلالها من مدير مركز النور الأستاذ سعيد باثقيلة إلى شرح المفصل عن الخدمات التي يقدمها المركز إضافة للتخصصات التي يحتويها. وثمن باثقيلة الدور الريادي للأشقاء في المملكة العربية السعودية وتدخلاتهم المباشرة في محافظة حضرموت وخصوصا لذوي الاحتياجات الخاصة بمركز النور، معرجا في سياق حديثه على أبرز الاحتياجات والصعوبات التي تواجه مركز النور للمكفوفين وتدريب المعاقين بالمكلا. يواصل الفريق الطبي التطوعي السعودي أعماله ضمن حملة جراحة وقصرة قلب الأطفال في مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب التابع لمؤسسة أمراض القلب الخيرية بالمكلا بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية. وأفاد استشاري جراحة القلب بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة وأحد جراحي الفريق التطوعي الدكتور المتطوع عبد الرؤوف الصعيدي بأن العمليات التي أجريت خلال الحملة
كانت معقدة ومن ضمنها عملية لطفلة، كان الشريان التاجي لها في غير مكانه الطبيعي، مما نتج عنه أزمات قلبية متكررة للطفل. واستطاع هو والطاقم الطبي إجراء العملية بنجاح، وأشاد المستفيدين بالجهود التي تبذلها مؤسسة أمراض القلب الخيرية ومركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية في سبيل تخفيف معاناة المرضى الذين تم إجراء عملية قسطرة علاجية لهما وتكللت بالنجاح. هذا ويبلغ إجمالي العمليات التي أجريت حتى اليوم الثالث من الحملة 11 عملية قلب مفتوح و28 عملية قسطرة علاجية. السيدات والسادة، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وهاكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت يلتقي وفدا من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. الأجهزة الأمنية تنفذ حكم القصاص بحق المدانين في مقتل صالح باقطمي. تدشين فعاليات إحياء ذكرى وفاة الشاعر الغنائي الكبير حسين أبو بكر المحضار. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، قدمناها لكم من قناة المكلا. حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.